نحن هون بمدينة كفر تخاري، هي مدرسة من أحد المدارس اللي لجأ ليها العشرات من العوائل اللي تهجروا من ريف إدلب الجنوبي ومن ريف إدلب الشرقي ومن جبل الزاوية. المعاناة كتير صعبة، الوضع يعني ما بينوصف بالكلام، ما بينوصف بالكلام. ناس كتير قعدت اضطرت تقعد في ساحات المدارس، أغراض محملة بالسيارات، الأطفال منتشرة في ساحات المدارس تحت المطر في ظل البرد القارس والشتاء وهطول الأمطار، في ظل عجز المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية عن تقديم الخدمات الكافية لهذه العوائل. معنا هون أحد المهجرين يشرح لنا أنه ليش هو لسه أغراضه محملات بسيارة وليش هو مضطر يصف سيارته هون وقاعد. يا حد من وين جنابك؟ أنا من معارة النعمان، حجيه من خيام، من شيء نتقوى فيه وما عنا مطرح، ما عنا شيء لك، مع جواسات ما في، حالتنا تعباني بالمرة. تدفئة أهم شيء، تدفئة من شيء ما في. حجي وين قاعدين؟ السلام عليكم. وين قاعدين هون أنت؟ بالمدرسة، نحن من معارة النعمان. تمام، قاعدين بصف يعني؟ بصف، إيه اسم صف. كم شخص قاعدين بصف؟ 10 أشخاص. 10 أشخاص قاعدين بصف واحد؟ أيوة. عائلة واحدة ولا أكثر من عائلتي وعائلة بيت بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل. حجي تحكي لنا أنت وين قاعد؟ هون بالصف، أنا وأولادي وأولادي وأمي معي خضرة. كم شخص قاعدين بصف؟ 14 شخص قاعدين بصف واحد. صف واحد 14. حسبي الله ونعم الوكيل. إذا لاحظنا يعني حجم المأساة والمعاناة، جزء بسيط من 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 معاناة أهلنا النازحين اللي قاعدين بهي المدارس. في ناس كتير بالشوارع، ممكن بعد لحظات نرصد لكم السيارات الموجودة لحد الآن بالشوارع اللي ما بتلاقي محل لحتى تقعد فيه، لحتى تقاوي ولادها، لحتى تقاوي الأغراض أساس اللي انتقلوا فيه لهي المناطق.